الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. في خطبة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال في مقطع منها داعيا ربه عز وجل: يشكو حاله وما لاقاه من الناس، يشكو ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق. هذه الكلمة جدا عظيمة: فإني مهدت مهاد نبوة محمد صلى الله عليه وآله، ورفعت أعلام دينك، وأعلنت منار رسولك، فوثبوا علي وغالبوني ونالوني وواتروني، إلى أن يقول صلوات الله عليه: لأني، لماذا هذه العداوات؟ لأني فتحت الإسلام ونصرت الدين. هذه الكلمة أيضا عظيمة جدا: وعززت الرسول. أنا عززت الرسول. إلى آخر خطبته ودعائه. ذكرنا قبل أسابيع تبعا لذلك الموضوع الطويل الذي لا ينتهي، أن أقبح ما يكون بين الناس هو الظلم، وكلما كان المظلوم أعظم، الظلم الذي يقع عليه يكون أقبح. نفس الظلم الذي يقع على شخص عادي أو على شخص عظيم، الظلم الذي يقع على الشخص العظيم أقبح. المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ظلم أيما ظلم،
أريد أن أقرأ لكم مقطعين أو ثلاث مقاطع. نماذج ومن أمثال هذه النماذج بالمئات ما وصلنا بالمئات، وأشد وأعظم من هذه النماذج بالعشرات. النموذج الأول في حديث ورد في مصادر عديدة، يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، منيتو، في بعض النسخ بوليتو، نفس المعنى ابتلاء، منيتو أو بوليتو بأطوع الناس في الناس. هؤلاء الأعداء لي يطيعون البعض منهم، أكثر الناس من جهة طاعة هؤلاء لهم من؟ أنا بوليت وابتليت منيت بهذا الشخص. من هو هذا الشخص؟ هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول منيت، الكلام عن حرب الجمل، كلام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن حرب الجمل، منيت أو بوليت بأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر، وبأشجع الناس، أشجعهم هؤلاء الزبير بن العوام، وبأخصم الناس طلحة بن عبيد الله، وبأكثر الناس مالا يعلى ابن منية التميمي، أعان علي بأصواع الدنانير. نسمع حرب الجمل، جمعوا كل القدرات، الوجاهة الاجتماعية بالنسبة إليهم عائشة، الشجاعة في القمة بالنسبة إليهم في صفوفهم الزبير، شدة الخصومة، وهذا مؤلم جدا، طلحة كلهم خصماء، شدة الخصومة، بالإضافة إلى ذلك أموال ضخمة ليعلى ابن منية. جمعوا القدرات، كل يعني القضية ليست قضية عادية، تخطيط، جمع قدرات ليحاربوا أمير المؤمنين. ماذا صنع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بكم؟ لماذا هذه الحرب؟ لماذا استحللتم هذه الحرب ضد أمير المؤمنين؟ استحللتم دماء الناس لماذا؟ على ماذا؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه هل أخذ من أموالكم ظلما؟ حاشاه. آذاكم ظلما؟ حاشاه. سجنكم ظلما؟ حاشاه. ماذا صنع بكم؟ ما المسوغ لهذه الحرب لجمع هذه القدرات الضخمة من جميع الجهات، من جهات عديدة بل كثيرة؟ هذا كله لأي سبب؟ ما المبرر؟ اذكر لي مبررا. لا أقول مبرر ديني، مبرر عقلائي. يا أخي، شخص تريدون أن تحاربوه، لماذا تحاربونه؟ على ماذا؟ لا شيء، عداوة. مقطع ثاني، يقول المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث شريف، كنت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كجزء من رسول الله صلى الله عليه وآله،
ينظر إلي الناس كما ينظر إلى الكواكب في أفق السماء. هذا وضعي كان في زمن النبي، وهذه مكانتي، وهي المكان الصحيح. ثم غض الدهر مني، أنا كنت كجزء من رسول الله، أنا بهالمستوى، لكن غض الدهر مني فقرن بي فلان وفلان. أخ، صار فلان وفلان يقرن بي، أنا جزء من رسول الله كنت. حسب تعبير القرآن الكريم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فقرن بي فلان وفلان، اكتفوا؟ لا. ثم قرنت بخمسة، قضية الشورى، ثم قرنت بخمسة أمثلهم عثمان. فقلت وازفراه أو زفراه، وازفراه أو وازفراه، هذه كلمة تضجر، كلمة بعن هم. الذفر هو الرائحة الخبيثة كما يفسرونها. فقلت وازفراه أو وازفراه، ثم لم يرضى الدهر لي بذلك، حتى عبارة مؤلمة جدا، حتى أرذلني فجعلني نظيرا لابن هند وابن النابغة. أخ، أخ من الظلم، أمير المؤمنين يقارن بهؤلاء، سيد خلق الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يقاس بأمثال هؤلاء. مقاطع أخرى وأخرى. في أمثال هذه الليالي بالتحديد في الليلة 21 أمير المؤمنين صلوات الله عليه استشهد. ما منا إلا مسموم أو مقتول. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قتلوا بالسم إلا اثنان منهم. هذان قتلا، أمير المؤمنين وسيد الشهداء، قتلا بالسيف، صح؟ لا، قتلا بالسيف وبالسم. أمير المؤمنين السيف الذي ضرب به كان مسموما، يعني ألم الحديد وألم السم. الإمام سيد الشهداء السهم الذي رموه به كان مسموما. استشهد أمير المؤمنين، استشهد، انتهت مظلوميته، خلص استشهد، كنتم تريدون قتله قتلتموه، خلص انتهت مظلومية أمير المؤمنين. بعد أكثر من 20 سنة في يوم عاشوراء سيد الشهداء صلوات الله عليه سألهم بماذا تقاتلون، بماذا تستحلون دمي؟ قالوا نقاتلك بغضا منا لأبيك. لماذا أمير المؤمنين ماذا صنع بكم؟ تقتلون ابنه بغضا له، ما الذي صنع بكم؟ وما فعل بأشياعنا يوم بدر وأحد وحنين. أخ، أشياخهم الذين، أشياخهم المشركون، الذي من الذي قتل على يد أمير المؤمنين في بدر في أحد في حنين؟ مجموعة مشركين.
يريدون أن ينتقموا لأشياخهم لآبائهم المشركين الذين قتلوا في الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أصلا أمير المؤمنين ماذا صنع؟ ذهب إلى بيوت أشياخكم قتلهم؟ جاءوا آباؤكم، جاءوا يقاتلون، جاءوا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين دافع عن نفسه، بالله عليكم لا أتكلم عن دين يا أخي، عن أي منطق في البشر، أي منطق شخص يدافع عن نفسه مجرم؟ إجرام بهذه الدرجة، يقتلون ابنه، يعني يعتبرون ذلك إجراما. لماذا؟ ماذا صنع أمير المؤمنين؟ قتل أشياخكم، أشياخكم قاتلوه، هو دافع عن نفسه. طبعا لا يقف الإنسان مكتوف الأيدي إلا لضرورة، إلا لمصلحة أهم. شخص يقاتلك، طبعا تدافع عن نفسك، هذه جريمة. لعنة الله على يزيد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، صرح بالقضية. قال ليس لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. عجيب ما كان فعل أحمد صلى الله عليه وآله. ما الذي فعله رسول الله؟ يسميه انتقاما، يعني النبي كأنه بمنطقه، النبي بدأ صلى الله عليه وآله أنا أنتقم من النبي. تنتقم من النبي من ماذا؟ قتل آبائك، قاتلوا، حاربوا، حاربوا، دافع عن نفسه. وعندما تمكن من آبائك تركهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الذي فعله رسول الله، لا انتقام، انتقام يعني ردة فعل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله بدأ. ما الذي فعله رسول الله؟ هذه العداوة لأي سبب؟ أكرر، لا أقول لسبب ديني يا أخي، ابحثوا لهم عن سبب على الأقل عقلائي، أصلا عن سبب في أي منطق تريدون يوجد سبب؟ شخص يسير في طريقه لامية أبي طالب سلام الله عليه، هاي القصيدة: بإطمئنان أقول القصيدة التي لا نظير لها، لا أقول قل نظيرها، قصيدة بهذه الدرجة من الجمع لا نظير لها من جهة الجمال، من أروع القصائد العربية، تقارن بل تكون راجحة على المعلقات في جمالها، قصيدة رائعة جدا جدا. ناهيك عما تحتوي هذه القصيدة من المعلومات، ناهيك عما تحتوي هذه القصيدة من الطريقة، حقا عظيمة. يعني لو لم يترك التاريخ لنا من تاريخ أبي طالب إلا هذه القصيدة لكفتها عظمة، حتى تعرف من هو أبو طالب، كم هو عظيم سلام الله عليه. حتى على ما ببالي ورد أن الإنسان يحفظ هذه القصيدة، طبعا القصيدة طويلة لعله ما يقارب من 110 أبيات، على الأقل بعض أبياتها الإنسان يحفظها. طبعا بعض الأبيات مشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا البيت بالذات مشهور. بداية القصيدة: خليلي ما أذني لأول عاذلي بصغواء في حق ولا عند باطلي، خليلي إن الأمر ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابلي. قصيدة رائعة في مقطع من هذه القصيدة في بيت، يذكر المظلومية التي وقعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى من حوله في قضية الشعب وغيره.
ذلك من القضايا. يقول يطاع بنا الأعداء وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل. هؤلاء كانوا يتمنون أنه لا نجد نحن موضع قدم حتى أبواب ترك. ترك وكابل أماكن بعيدة جدا كانت تعتبر في ذلك الزمن، حتى لا نجد مكان. أبواب ترك وكابل كابل أيضا تغلق علينا. لماذا يا أخي؟ لماذا هذه الحرب؟ لماذا هذه العداوة بهذه الشدة؟ لماذا؟ طبعا أبو طالب وقف وقفة سلام الله عليه، ودفع ابنه ضريبة هذه الوقفة، ودفع ابناؤه ضريبة هذه الوقفة، الوقفة للنبي صلى الله عليه وآله. قتلوا سيد الشهداء بحجة نقاتلك بغضا منا لأبيك. انتهت. عشرات السنوات يسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه على عشرات الآلاف من المنابر، 70,000 منبر، 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يشتمون حيدرا. اكتفى ولا ما منا إلا مسموم أو مقتول. قتلوا أبناءه، أحرقوا دورهم، سجنوهم، عذبوهم. مظلومية ما انتهت، إلى يومنا هذا ما انتهت. يريد أن يبرر لإنسان عادي يكذب على رسول الله، يكذب على أمير المؤمنين، حتى يبرر موقف إنسان عادي، عادي حتى عندهم عادي. هذا صنع الخطأ الكذائي؟ عادي. أمير المؤمنين أيضا صنع، رسول الله أيضا صنع. أية مظلومية. ماذا قلت في بداية كلامي؟ ما يكون بين الناس هو الظلم، وكلما كان المظلوم أعظم كان الظلم الذي يقع عليه أقبح. هذا جانب من القضية يقابله بالضبط أجمل. أفضل ما يكون بين البشر هو رفع الظلم عن المظلوم ودفع الظلم عن المظلوم، وكلما كان المظلوم أعظم كان رفع الظلم عنه ودفع الظلم عنه أعظم، أفضل وأروع. هذا لنا، هذا الذي قام به سيدنا أبو طالب، قام به أمير المؤمنين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، هذا الذي كل واحد منا يتمكن أن يقوم به بنسبة. رفع الظلم، رفع الظلم عما عن نفسي ليس مهم، وإن كان رفع الظلم عن أي مظلوم شيء حسن، رفع الظلم عن سادة المظلومين هذا أنا أتمكن منه بمقدار. كيف؟ إن شاء الله أذكره في وقت آخر. كلمة فقط أقول، الظلم، دققوا في الكلمة، الظلم لا يكون أبداً، الظلم لا يكون إلا في الظلمة. أرضية الظلم الظلمة، في الظلمات يمكن الظلم، في النور لا يمكن. الذي يظلم
يصنع ظلمه ثم يظلم. كيف يرفع الظلم؟ اكشف الظلمة، الظلم يرتفع. الظالم حتى لنفسه، لنفسه هو ظالم وهو يعلم أنه ظالم، حتى لنفسه أولا يصنع غطاء من الظلمة حتى هو لا يرى فعله ثم يظلم. يعني يغلق باب العقل، يغلق باب القلب ثم يظلم. يعني أولا يصنع الظلمة حتى لنفسه. يقولون إن الله خالق جنة ونار، يقولون. أول شيء يصنع ظلمة لقلبه لعقله ثم يقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه. يعني لاحظوا، بدون ظلمة لا يمكن الظلم. كيف دفع الظلم؟ كيف رفع الظلم؟ دفعا ورفعا، بإزالة الظلمة. كلما أزلنا الظلم أكثر، الظلم ارتفع أو دفع. أقبح ما يكون الظلم، أجمل ما يكون رفع الظلم ودفعه. الطريق إلى ذلك كشف الظلمات، الظلمة تكشف، مكان الظلمة يأتي النور. هذا الذي البعض يعبر عنه بفضح الظالم، هذا نوع من أنواع الإضاءة في الظلمة، نوع من أنواع كشف الظلمات. أمامنا ليالي القدر، هذه الليالي العظيمة، هذه الليالي التي كليالي أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه عز وجل. ليالي القدر مميزة في الأعمال، في الثواب، في من جملة الأشياء ليالي القدر مميزة في الدعاء. ندعو لأنفسنا، عظيم. ندعو للمؤمنين، عظيم. بصورة عامة، بصورة خاصة، دعاء لفلان، دعاء لفلان، عظيم. يقضيها الإنسان أو شطر من ليلة القدر يقضيه في الدعاء، عظيم. الدعاء للآخرين، لنفسي أو للآخرين، شيء عظيم. خصوصا الدعاء لأعظم مخلوق في هذا العصر، الدعاء بتعجيل الفرج، هذا الذي يكون كشف لتلك الظلمات التي هي أرضية للظلم. الدعاء للإمام، له الدعاء لتعجيل فرجه. تعلمون دعاء اللهم كن لوليك، هذا الدعاء أساسا ورد بالنسبة إلى ليالي القدر، وفي الرواية الشريفة أن الإنسان هذا الدعاء يقرأه في كل وقت. وقته المميز في ليالي القدر، هذا دعاء للإمام، والدعاء لتعجيل فرجه لكي تكشف تلك الظلمات التي فيها يظلم أمير المؤمنين، الذي فيها يظلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمظلومية أمير المؤمنين، بدمه الطاهر الذي عريق، أن يعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة
إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق أمير المؤمنين، بمظلومية أمير المؤمنين، لا تفرق بيننا وبين أمير المؤمنين طرفة عين في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.